مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه من حلقاتي المفضله، اكل من غير لحوم. هنعمل ايه؟ مجدره، هنعمل كشري اصفر، هنعمل بيض مدحرج، هنعمل بسقعه خل وتوم، وهنعمل شويه بتنجان مخلل ملهمش حل. ده بقى بالنسبه لي احلى اكل. يلا بينا نبدا على طول بالمجدره. المجدرة علشان نعملها وهي أكلة أردنية الأصل، هنعملها بكوبايتين من العدس الأسود سلقينهم نص سلق بس، عندنا كوبايتين رز مصري، بصلتين مفرومين، زيت نباتي، مرقة لحمة، ورقتين لورا، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة كمون، وملح وفلفل أسود. يا نور يا نور يا نور، إزاي قوي يعني؟ اه بالظبط. يلا بينا نحط حله تسخن على النار ونبدا نشتغل المجدره. في عوائق كتير تمنعني من اني اعرف اطلع الحله. يلا بينا، ادي حله المجدره. هنحط الحله على النار تسخن وهنحط، بجد ما كملتش مقادير والنبي. طيب اقولها من الاول مع بعض قبل ما الحله تسخن. يعني نور بتقول اني ما كملتش المقادير، وده طبعا وارد لان انا يعني مسطوله. يلا نقول المقادير تاني من اول وجديد. كوبايتين من العدس الاسود المسلوق والمتصفي من الميه طبعا، كوبايتين من الرز المصري، بصلتين مفرومين، زيت نباتي، مرقة لحمة، وممكن تسقوها مية طبعا بس أنا بحب أسقيها مرقة لحمة بيخلي طعمها أحلى بكتير، أو أي مرقة عموما، ورقتين من اللورة، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون، وملح وفلفل أسود. هنعمل لها صلصة خل وتوم، هتكون عبارة عن 500 ملي من عصير الطماطم سواء جاهز أو أنتوا عصرينه في البيت كله ينفع، 6 فصوص من الثوم المفروم، 4 معالق كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقتين صغيرين من السكر، كوبايه من المرقه، سمنه، ورقتين من اللورة، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، معلقه صغيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. ونبدا شغل يا حبايبي. عايزين نحط شويه زيت حلوين كده على قد ايه المجدره كلها، وفي نفس الوقت انا عايزه احط حله تانية تسخن كمان عشان اعمل الصلصه بالمره. شوية زيت كمان للصلصة ونبدأ نشتغل. أنا هحط ورق اللورة في الزيت، عايزاه يطلع طعمه كده وريحته ويصحصح معايا. هحط كمان البصل عايزين البصل اطرافه تبدا تاخد لون بني، نوزع كده ونصبر عليه. وعندنا هنا للصلصه هاخد الثوم وهاخد الكزبره. مش لازم استنى الزيت يسخن عشان احط الثوم، اقدر احطه من الاول خالص. فادي الثوم ومعاه الكزبره كاننا بنعمل تقلية ملوخية، هنحطهم مع بعض ونصبر كده، نبدأ نسمع ايه صوت طشطشة. والبصل هنا بيتحمر وامورنا زي الفل. العدس الاسود بياخد وقت في السوى اكتر من الرز، عشان كده احنا سلقينه نص سلقة علشان عبال ما العدس يكمل سواه يكون الرز برضو اخد تسويته. وبنفكركم طبعا بارقامنا، تتصلوا بينا على في اي وقت اثناء الحلقه 1710 من اي موبايل و0900 9710 من اي تليفون ارضي، وبتنورونا يا جماعه وبتشرفونا. يلا بينا، انا هاخد ورقتين اللورة كمان احطهم مع الثوم هنا ومستنيين الامور كلها تسخن. لسه لازم اسمع الثوم بيطشطش
ويتقلى كده ياخد لون اصفر فاتح. فاحنا سايبين ده بيحصل، ولحد ما ده يحصل ناخد ندى على التليفون. يا ندى اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ندى؟ الحمد لله، بحبك قوي حبيبتي، تسلمي لي يا رب. كنت عايزه اعرف هي الصواني اللي حضرتك بتستخدميها في الخبز اقدر الاقيها فين؟ في اي محلات ادوات منزليه، اي محل مطابخ. انت قصدك الالومنيوم؟ باب الشعريه، العتبه، الحتت اللي عندها مستلزمات الحلواني بتلاقيهم بيتباعوا هناك. اي محل بيبيع مستلزمات الحلواني هتلاقيها بتتباع فيه، ومش غاليه على فكره. تمام، شكرا لحضرتك، نورتيني. شكرا، اهلا بيكي. الثوم هنا بيتقلى وانا شامه بالظبط ريحه زي ريحه تقليه الملوخيه. ده بالظبط اللي انا عايزاه. اول ما ده يحصل هجيب كده في ايدي الخل عشان عايزين نطفي التقليه. نطفي التقليه يعني ايه؟ يعني وهي بتتقلى كده والثوم بياخد لون ذهبي اقوم منزله عليه الخل، بس انا مستنيه ياخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه بالظبط علشان يديني صلصه طعمها تحفه. المجدره اكله جميله جدا وصلصتها احلى كمان منها، قريبه جدا من الكشري على فكره، عشان رز بعدس وصلصه بخل وتوم، فالاتجاه مقارب جدا يعني. هنسيب البصل براحته مش هنستعجله، والتوم هنا اخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، هنقوم نازلين عليه بالخل. نسمع الطشطشه اللي احنا سامعينها دي، نبقى احنا كده تمام. واول ما نسمعها ناخد بقيه التوابل والصلصه. حبهان صلصة، والحقيقة أنا عايزة أضيف حتة سمنة على المجدرة وحتة سمنة على الصلصة كمان، هتدي طعم تحفة. معلقة هنا، معلقة وهنا، معلقة، هيدونا طعم منتهى الجمال. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف الصلصه والمرقه، بس نقلب الصلصه المعجون الاول. واحنا بنكلم مدام سحر. يا مدام سحر اهلا وسهلا. الو، ازيك يا مدام سحر؟ ازي حضرتك يا حبيبتي؟ الحمد لله كله زي الفل، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا رب، وبالصحه والسلامه يا حبيبتي. انا بس ليا استفسار. اتفضلي. انا كنت جايبه مخ وحطيته في الثلاجه ونسيته من قبل رمضان الحقيقه، يعني يبقى كده باظ ولا ايه؟ من قبل رمضان؟ بس انا نسيته بصراحه. فريزر ولا ثلاجه؟ لا، في الثلاجه، في الفريزر يعني. لا لا، مفيش مشكله، مفيش مشكله. يعني ينفع اسلقه واعمله دلوقتي؟ هو مده صلاحيته 3 شهور. اوكي، اعتقد ان ما عداش 3 شهور، صح؟ لا ما عداش، ما عداش. لا لا لا، لسه مده لسه. صلاحيه اللحوم في الفريزر حبيبتي 3 شهور، فلا انت تمام، ما فيش مشكله، ما تقلقيش. طب الحمد لله، كتر خيرك يا حبيبتي. صحه وهنا يا رب، وان شاء الله يبقى جميل جدا لما تعمليه. كل اللحوم يا جماعه الحمراء مده، والبيضة على فكره مده صلاحيتها في الفريزر 3 شهور، فما تقلقوش لما تنسوا حاجه، ما دام في النطاق ده ما يجراش حاجه. نمسح بس كده الصلصه اللي ترتشت دي، وهنيجي نقلب ونغطي بقى عليها عشان ما تقعدش ترطش علينا. فين الصلصه المعلقه بتاعتي؟ واحنا بنكلم مدام هاله، هرجع بس ورا اجيب السباتشولا. يا مدام هاله اهلا وسهلا. فصل يا مدام هاله، كلمينا تاني حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. ندي تقليبه لكل حاجه مع بعضيها. لو محتاجين تضيفوا ميه طبعا بتضيفوا، مفيش مشكله. عندي بقى هنا اضافه مهمه جدا بقى، ما انا مش طايلاها، انا مسحت كل اللي طولته. لو تقطعوا على حاجه تخلوني اجي من قدام امسحها لكم. شويه سكر يظبط لنا كده ايه مزازه الصلصه والخل وكل حاجه، شويه ملح، شويه فلفل، وشكرا جزيلا. نقلب ونغطي حالا، بس نقلبها الاول واحنا بنكلم ام رمزي. ام رمزي اهلا وسهلا. ازيك يا ساره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله وحشاني يا ساره. وانت اكتر، اخبارك يا ام رمزي؟ عامله ايه؟
الحمد لله يا بنتي، وتسلم ايدك يا ساره. انا انت معاك على الفيس زي ما كده على طول، حبيبتي وحاجتك ناجحه وربنا يبارك فيك يا ساره يا رب. تسلمي يا رب، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. اتصلي بينا بالصيام شويه يا ساره. بايه؟ بالصيام. اهو النهارده كله ينفع صيام، انا شايفه كده النهارده. لا بس جد حاجه جميله جدا. صحه وهنا يا رب، صحه وهنا يا حبيبه قلبي. اهلا وسهلا بيكي ونورتينا وشرفتينا. البصله بصوا لونها بقى عامل ازاي، بصوا ما عادتش بيضه خلاص، بقت شقره مغمقه شويه. ده بالظبط اللون اللي انا عايزاه، واول ما اشوف اللون ده اقوم منزله شويه الرز الحلوين بتوعي وعليهم شويه الكزبره القمر وشويه الكمون العسل ونقلب. مهم جدا ادي تقليبه للرز مع البصل، هيفرق قوي في طعمه، بالذات لما تكون التوابل كمان معانا في الحله. شفتني وانا بدلع الاكل؟ ما انا بص انا عندي شفتين في اليوم، الصبح بدلع الاكل وبالليل بدلع الحيوانات، وانا ما حدش بيدلعني، انا عماله ادلع في الناس بس. اه بالظبط، اه لله وللوطن كله والله يا حبيبي. اه اه نقلب كده. فبصوا بقى اللي حصل ايه، هتلاقوا الرزايه كده اتغلفت بالسمنه وخدت من لون البصله وحاجه عظمه. نيجي نضيف، اولا انا عايزه اوطي النار على الصلصه عشان الصلصه من الحاجات اللي لما بتستوي على نار هاديه بتبقى احلى كتير. نيجي نضيف العدس، انا بحب المجدره دي حب يا جماعه، انا هتغدى هنا النهارده. نقلب طبعا، ليكم مطلق الحريه، العدس يكون اكتر او الرز يكون اكتر او يكونوا متساويين زي ما انا عامله، براحتكم يعني، دي اهواء شخصيه ما فيش صح وغلط قوي فيها. تقليبه حلوه كده، ونقوم ضايفين مرقتنا. الملح نظبطه، نقلب، ونغطي على حلة المجدرة القمر اللي احنا بنعملها دي. ناخد مدام نادية قبل ما نطلع فاصل. يا مدام نادية اهلا وسهلا. من بقول عليها قمر ايه؟ انا بموت في المجدرة دي. صح انا بحبها قوي قوي. عاملة ايه يا سارة؟ الحمد لله يا مدام نادية. ايه اخبارك؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ كل انت عمد الله اكبر حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. انت بتقولي بتدلعي الاكل طبعا، انا وبالليل بتدلعي الحيوانات، مبروك عليكي الحاجات اللي جبتيها اولا فيهم. وانا بقى رحت فين؟ فين؟ انا بدلعك اهو. ايوه انت انت بتدلعيني يا مدام نادية. حبيبه قلبي حبيبه قلبي، انا امبارح بس قلت ايه يا ساره، بتخاف من البوبي؟ لا ما بخافش من كويس. بصي انا معرفة وانا صغيره عمري ما خاف من اي حيوانات، وعلى فكره ما بخافش من الحشرات. الحمد لله يا حبيبتي، انت معاكي ستر ربنا الحمد لله. لا دول جمال، وربنا يحفظك يا حبيبتي ويبارك في عمرك. وانا قاعده مستنيه بطبق مجدره، بس بتحطي عليها بصل؟ بحط عليها بصل كشري وصلصه خل وتوم فوق الوش كده. ايوه مجهزين، احنا جاهزين بكل التجهيزات. بتبقى تحفه هي من غيره الصراحه. وتحياتي لكل الكاست عندك يا روحي. شكرا يا مدام ناديه، تسلمي لنا يا رب، ربنا يخليكي واهلا وسهلا بيكي. يلا بينا حلوين نطلع فاصل صغير، ولما نرجع ندخل على الكشري الاصفر. فاصل صغير ومستنياكي. رجعنا من الفاصل وامورنا مستقره جدا جدا. طبعا عيننا مع المجدره، بصوا تحفه، ما بنقلبش عشان ما تعجنش مننا، واول ما تشرب ميتها تماما هنوطي عليها النار ونسيبها بقى. اه بالظبط عشان الميك اب ما يسحش ويبقى شكلنا وحش بعد كده لما نيجي نتصور. صح حاجات ابيل بيحرق البخار، انا اسوأ حرقت حرقته في ايدي يا منتصر كان من بخار مش من نار، تخيل.
اسوأ حرقتين. والصلصه هنا شكشكت، وبنعرف امتى ان الصلصه بنعرف امتى ان الصلصه استوت. بصوا يا جماعه شايفين على وش الصلصه، هتلاقوا في كده حته زيت حته سمنه طافيه كده على الوش. لما تشوفوا المنظر ده تعرفوا ان هي استوت وتسبكت كفايه جدا وتتشال من على النار عشان ما تبقاش حاميه على الصدر. فدي كده هنجيبها هنا على جنب جنبينا لحد ما يبقى لها ايه عوزه. تعالوا نحط، بقول لكم ايه، انتوا النهارده راصين لي الحلل رصه، عايزه تحدي قوه خارقه علشان اعرف اطلع حله. طب انا عايزه حله عشان ما عنديش غير حله كبيره قوي، عايزه واحده زي دي، واحده زي دي كده. اه يلا بينا نقول مقادير الكشري الاصفر. الكشري الاسكندراني، الكشري الاسكندراني انا كنت بعمله رز وعدس بس. مره حد اسكندراني قال لي على فكره احنا بنفرم له بصله، قلت اما اجرب، فرمت له بصله طلع فظيع 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 من هنا للسنه الجايه، فهنعمله ببصله النهارده. كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي، وكوبايتين عدس، بصلتين مفرومين، بصلتين مفرومين بالسكينه، بلاش فرم الكبه ما بيديش احسن نتائج، ما انا واخده بالي. 3 كوبايات ميه وسمنه وملح. يبقى تاني، كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي، كوبايتين من العدس الاصفر، بصلتين مفرومين بالسكينه، وثلاث كوبايات ميه او مقدار الميه يعني اللي انتوا شايفينه مناسب لنوع الرز اللي انتوا بتستخدموه، مفيش مشكله. انا بس هنقل، هاخد الحله اللي اوريدي خلاص بتستوي نحطها هي على النار الاهدى، وناخد الحله اللي هنبدا شغل فيها نحطها هي على النار العاليه عشان تسخن معانا بسرعه. بصوا هنا ايه اللي حصل، في ثواني المجدره كانت شربت اوريدي الميه بتاعتها، شايفين؟ فكده يبقى نوطي النار ونديها بقى فرصتها يكمل سواها على البخار، والرز كده يحلو وامورنا كلها تمشي تمام. برضو من احد الحاجات اللي كنت بعملها ان انا كنت بعمل الكشري الاصفر ده بالزيت. اللي قالت لي على تركايه البصل قالت لي وجربي اعمليه بالسمنه، فالحقيقه طلع برضو احلى بكتير جدا جدا جدا. فانا هعمله النهارده بالسمنه وبالبصل. طبعا اللي حابب يشيل البصله مفيش اي مشكله، اللي حابب يعمله بالزيت برضو مفيش اي مشكله. معلقتين حلوين سمنه كده، وعايزين نشوح فيهم البصلايه الجميله دي. نستنى بس يسخنوا شويه. قريتك انا. نستنى بس يسخنوا، وتعالوا نعمل تيست كده نشوف ايه الاخبار. ممكن ننزل البصل، يلا بينا. ناخد كل الباقي ونقلب. انا حاسه انه عايز سنه صغيره كمان سمنه. وحدي كمان رشه ملح ورشة فلفل للبصلة كده وهي بتتحمر، هتديني طعم جميل جدا. عايزين البصلة، فاكرين بصلة المجدرة ما قلنا تاخد لون ذهبي كده وشوية أطراف بني، عايزين نفس الحاجة لبصلة الكشري. فهنسيب البصلة كده على النار تاخد وتدي مع نفسها، ونيجي احنا نشوف عندنا ايه تاني. عندنا مسقعه، عشان نعمل المسقعه دي محتاجين مسقعه خل وتوم، مفيش فيها لحوم خالص، الاكل النهارده كله من غير لحوم. 3 وحدات بتنجان انا قطعتهم مكعبات بقشرهم، ما بحبش اشيل القشر، عفرتهم بالدقيق وقليتهم في زيت غزير، قليت كمان 5 فلفلات رومي بقليهم سلام يا جماعه علشان لما بقطعهم بيتهروا خالص في المسقعه. ممكن طبعا نفتحهم نقسمهم نصين او حاجه، ده اقصى حاجه. 5 فلفلات رومي، فلفلتين حمر حاميين لو احنا بنحب الحامي، لو ما بنحبش هنستبعدهم. 3 بطاطسات مكعبات محمره، 8 فصوص ثوم مفرومين، لتر من عصير الطماطم، ونص كوبايه خل، معلقه كبيره من السكر، سمنه، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكمون، شطه لو بتحبوها مشطشطه، ملح وفلفل اسود. هنعمل ايه دلوقتي؟
عايزين نشوف كده الفلفل اخباره ايه، نقسمه نصين مثلا. هجيب جوانتيات واجيب مقص. مقص قولولي فين بقى الدرج ده. ده لا مش شايفه مقصا. طيب دخلولي مقص يا جماعه، يلا بينا نتحقق كده اخبار الفلفل ايه. طبق المقليات بتاعنا، طبعا انا ما حبيتش اضيع وقت في ان احنا نقعد نقلي كل ده، القلي مش قصه يعني. طبق المقليات بتاعنا اهو، بصوا انا سايبه الفلفل ازاي، سايباه سليم كده ساعه القلي. هفتح اهو، نطلع بس البذر، هاخد الراس اللي فيها البذر دي وابقى سبت الفلفلايه هنا. ممكن مثلا اقسمها اهو نصين، بس ده اقصى حاجه. تاني نفس الطريقه، ننزل البذر. خلاص اتعملت نفس الحاجة. آخر اتنين وادي آخر واحدة. بس كده بس كده، قطع كبيرة. الفلفل الحامي بسيبه زي ما هو، ما بعملش فيه حاجة، فاحنا كده تمام جدا. نيجي نبص كده ايه اللي حصل في بصل الكشري، هل يا ترى وصل للون اللي احنا عايزينه ولا لسه؟ نبص ونشوف. بدأ يوصل للون اللي احنا عايزينه، بصوا اهو اللي هو ايه، البصلات كده ابيض في اشقر، ده يقول لنا ان هو بدا يوصل للون اللي احنا عايزينه. خلاص تقلبتين وهيبقى تمام، وهو بيكمل التقلبتين دول نحط مع الرز. ندي الرز تقليبه مع البصل، نقلب كويس. عايزين البصلايه تاخد من طعم الرز، والرز ياخد من طعم البصلايه، وامورنا كلها تبقى تمام زي الفل كده. جه وقت العدس، اقلب تقليبه كده، مش فاضل لنا غير نسقي ميه، وده هيحصل حالا. وطبعا نظبط الملح، ميه سخنه العدس الاصفر بنعمله معامله الرز بالظبط، ما بنزودلوش ميه ولا حاجه، مش بياخد سوى اسرع بكتير من العدس الاسود عشان ما تتخدعوش وتفتكرهم زي بعض. تقليبه كده، نظبط الملح، ونقلب وناخد مدام منى على التليفون. يا مدام منى اهلا وسهلا.
بقولك لو سمحتي اتفضلي، عايزه اعرف طريقه عمل البط. عندي بط عايزه اعمله عايزه طريقه جديده يعني. عايزه تعمليها فرن ولا تعمليها ايه؟ ايه تعمليها في الفرن؟ اقول لك على طريقها في الكيس الحراري كده. بقول لك يا شيف ترى يعني ترى تكون جديده كده، انا عملت جربت المسلوق وكده نعملها محشيه بالبصل، ايه رايك؟ تبقى تحفه. نعملها محشيه بالبصل. طيب ماشي، يلا اقول لك على الطريقه حالا. بص يا ستي، ماشي حبيبتي، يلا حبيبتي اسمعي. بص يا ستي، هتجيبي بصله تقطعيها جوليان، وقطعي معاها شويه شرايح فلفل وشويه شرايح ثوم كتير، خديها تشويحه على النار في السمنه مع بعض كلهم، ومعاهم شويه ملح وفلفل اسود وكم ورقه لورا وشويه رشه حبهان ورشه كده ايه سبع بهارات. تاخدي الخلطه دي كلها تحشي بيها جوه البطه، والبطه من بره تدعكيها كويس جدا بالسبع بهارات والزيت. ممكن تسويها في صينيه وهي متغطيه، او تسويها في كيس حراري اللي يريحك. في الكيس الحراري بتبقى جوسي كده وبتدوب وطريه وجميله جدا، وتاكليها بالهنا والشفا يا رب ان شاء الله. اسهل واسرع بطه وجديده جدا في طعمها وجميله قوي، بالهنا والشفا. كده الكشري على النار والمجدره برضو على النار، نبص عليها. بصوا زي الفل. ممكن نيجي نديها تقليبه. بس كده تقليبه صغيره ونقفل عليها، ونسيب ايه نار هاديه يا دوب تضيع لنا بس شويه الرطوبه اللي فيها. ايه رايكم نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نكمل وصفاتنا؟ مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. ما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك بعدين، ما تشغليش بالك. ورجعنا من الفاصل، وهنبدا دلوقتي هنرفع المسقعه على النار وهنعمل المخلل ان شاء الله. الوقت يسعفنا نعمل الاثنين براحتنا. انا هجيب حله كبيره للمسقعه عشان الخضار يبقى براحته، ما يبقاش مفعص كده في بعضه وملزق. والحقيقه الكشري، تعالوا اوريكم. اولا احنا المجدره لازم نشيلها من على النار. بصوا هي بقت قمر خلاص، شايفين؟ ومفلفله وحاجه عظمه زي ما احنا عايزين بالظبط. فالقمر دي كده تتاخد كده وتروح جنب الصلصه على التقديم. ويلا بينا على اللي بعده. ادي حله. خلينا بقى نغير، ناخد الكشري اللي شرب ميته وهوريكم دلوقتي برده، نحطه على العين الاصغر ونخلي الحله الاكبر للمسقعه. اعاده تنظيم وترتيب، توافيق وتظبيط عشان المساحات تظبط معانا. بصوا هنا بقى ايه اللي حصل. الله على شوية الكشري دول، الله. بصوا الحلاوة. نقلب تقليبة، دايما نقلب بشوكة او بسباتشولا او النبي، بلاش تقليب بالمعلقة عشان ما نكسرش الرز ونعجنه. ادي الكشري القمر، نقفل عليه ونسيبه على نار هادية. عايزة اقول لكم انا مش قادرة اصبر الحلقة دي تخلص حقيقي، يعني هاكل بقى انا النهاردة، هتغدى في القناة. حلة كبيرة، ويلا بينا نبدأ نشتغل. هاخد سمنة وهاخد توم وهاخد كزبرة، وهحطهم من قبل حتى ما الحلة تسخن، انا مش مضطرة استناها. نجيب بس سباتشولا. ممكن حد يقول لي ايه ده يا سارة مسقعة بالسمنة؟ بصراحة يعني بتدي طعم روعة. لو حد حابب يعملها بالزيت مفيش اي مشكلة، ولكن انا بحب طعمها بالسمنه قوي. يعني بقلي الخضار كله في الزيت، ولكن باجي اعمل تقليه البصل في حته سمنه بتبقى جميله قوي. تقليه الثوم اسفل. ادي الثوم وادي الكزبره والكمون، واحنا بنعمل دلوقتي تقليه عادي جدا كاننا بنعمل تقليه ملوخيه، بس هنطفيها بالخل عشان احنا بنعمل مسقعه خل وثوم. مستنيين اللون الاشقر. نصبر بس كده ايه نوصل انا مش هحط شطه بصراحه عشان احنا حاطين اوريدي في القرنين فلفل احمر، فلا كفايه عشان اعرف اكل منها.
انتوا بقى في البيت اللي بيحب الاكل مشطشط طبعا يحط شطه، ممكن على المسقعه كمان هريسه شطه بتبقى تحفه، فبراحتكم. نطفي بالخل، نسمع الطشطشه دي واحنا بنكلم مدام راويه. يا مدام راويه اهلا بيكي. اهلا بيك يا شيف ساره، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا جميله، عامله ايه يا حبيبتي؟ احنا كلنا بنحبك قوي والله. يا رب يعزك. اشكرك يا حبيبتي. عايزه اسال حضرتك سؤال. اموريني. انا لو عملت مكرونه بشاميل يعني من غير ما اسويها واحطها في الثلاجه تقعد كام يوم؟ تقعد معاكي يعني اقصى حاجه لها من حد من وجهه نظري لحد 3 ايام من غير اي مشكله. من غير اي مشكله 3 ايام مش مشكله خالص. المهم بس حطيها كده في الفرن. حطيها بس في الرف اللي فوق، الرف اللي قريب للفريزر. طيب ماشي. ايوه صح صح كده. ايوه انا بعمل الحركه الناصحه دي. طيب شكرا جزيلا، مسكيه قوي يا حبيبتي. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا. الخل عمل لي عينيا، يلا بينا. طماطم، وانا بعمل ايه؟ باخد شويه ميه سخنه صغيره، اعمل كده بقى حركات ايه ستات مصر الموفرين، ما نسيبش نقطه عصير. احنا طماطم في الازازه، بتهزروا ولا ايه؟ الناس تاكل وشنا. بس هو الصراحه يعني حاجه جميله ان الواحد يبقى عنده الاهتمام المبالغ فيه ده انه ما يهدرش، دي حاجه جميله، يا رب يديمها علينا نعمه. شويه سكر يظبطوا لنا طعم الصلصه، شويه الملح الحلوين. واحده امبارح كاتبه لي كومنت لذيذ قوي، بتقول لي انت بتحطي ملح يجيب الضغط. فيعني حطي يا ستي الملح اللي انت عايزاه، ليه لازم نبخ كده كلام كده سم في وش الناس؟ يعني قول انت اللي انت هحطي، لا ما تحطيش ملح خالص، والله مش هيقول لا. يلا ناخد اشرقت. يا اشرقت. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انا بحب حضرتك جدا. يا رب تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا جميله. انا بحب حضرتك قوي حبيبتي. تسلم يا رب، ربنا يخليك. مين بقى اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ايه عايزه اعرف طريقه الكوكتيل. طريقه ايه؟ الكوكتيل، عصير الكوكتيل. كوكتيل ايه؟ كوكتيل فواكه؟ حاضر يا حبيبتي. كوكتيل فواكه ده ملوش طريقه اصلا، ده بنفتح الثلاجه نجمع كده الفاكهه اللي ايه خلاص محدش هياكلها وقربت تبوظ، نضربها في الخلاط على طول مع بعضيها مع شويه سكر، نقول لهم عملنا لكم عصير كوكتيل، وتمسكي الصينيه وتدخلي عليهم وتقولي لهم اوعى الفريش. صح؟ بس كده خلاص، ده الكوكتيل اللي هو من اسمه كوكتيل، يعني تشكيله من اي حاجه. فالكوكتيل ده هو مخرج كل الامهات عشان الفاكهه ما تترميش. بالظبط، فهتجمعي كل الفاكهه اللي عندك في البيت كده، وبالذات الجوافه طبعا، والبيت كله يجي له اسهال وتقول لك ما اعرفش العيال تعبت من ايه، ده الاكل في البيت زي الفل. امهات مصر فظاع بصراحه، وعسل. وكلهم احلى حاجه فيهم ان كلهم زي بعض، يعني والمضحك بقى يا نور ان كلهم زي بعض مهما اختلفت الخلفيات ومهما اختلف التعليم ومهما اختلفت الباك جراوند، كلهم في الاخر بيصبوا كلهم بيصبوا في الاخر في نفس النقطه ونفس جيتي على الجرح. انا على فكره ممكن اشرك المشاهدين، فاقعدي ساكته. مش كده؟ يلا بينا. الصلصه غليت، انا مستنيه الصلصه، عماله الغي معاكم مستنيه الصلصه تغلي، كل ده عشان مش عايزه انزل الخضار غير لما الصلصه تغلي. واخد طبق الخضار التحفه ده ابدا انزل كله. ادي الفلفل، ادي البطاطس بالهداوه كده، كله هينزل معانا. اهم حاجه بس تستنوا الصلصه تغلي. وادي البتنجان، وعلى فكره احنا ممكن ناخد كل الكلام ده في طبق بايركس ونعمله في طاجن في الفرن، بس انا بحب مسقعه الخل والثوم على البوتاجاز. وبقى فيه هنا كده زيت بيبقى باقي من قلي البتنجان والخضار، يعني ده تلات ارباع الطعم فيه، فننزله كله وسط المسقعه بتاعتنا. بس كده خلصت، نديها تقليبه.
ليه ليه هي ليه حاجه عاديه كده بانت فاني قوي كده؟ وانا معاكوا على فكره، مع انها حاجه عاديه يعني. اه عارف المشكله في ايه؟ ان احنا تفهه بس. دي مشكله احنا هنا يا جماعه، ما اعرفش بنهيس في الشغل لدرجه ان ممكن حاجه ما تضحكش خالص تقعد تضحكنا اليوم كله. فهو ده حصل دلوقتي، بس يا مش هينفع نقول هي ايه. بس يلا اديني مدام سنيه من القاهره. يا مدام سنيه، ماشي كلمينا تاني يا حبيبتي، واهلا وسهلا بيكي معانا. مدام ميرفت بقى، يا مدام ميرفت. مدام ميرفت حبيبه قلبي، لحقتك اهو، لحقتك يا مدام ميرفت. بتردي عليا في الفاصل وبتكلميني في التليفون، شفتي بقى؟ الكره العسل حبيبه قلبي. مدام ثانيه، نحكي لهم، نحكي لهم يا مدام ميرفت. لقيت مدام ميرفت، احكي لهم انا بضحك على ايه؟ لقيت مدام، بس وطي صوت التلفزيون. موطيات. بصوا، لقيت مدام ميرفت كاتبه لي كومنت على الفيسبوك في الفاصل، بتقول لي ان هي جربت الدوناتس بالبيض وبتطلع معاها تحفه، مع ان هي ما بتحبش البيض. اتصلت بيكي، اتصلت بيكي من اسبوعين. فاكره ما انت اتصلتي قلت لي ما بعملهاش بالبيض خالص، وانا قلت لك اعمليها وعلى ضمانتي. خالص، انا خدت سكرين لاصحابي مش مصدقيني انك رديتي عليا. قلت لهم ده انا ردت على راسي. ردت وكلمتها في التليفون وقلت لها كسرت قاعده الدوناتس يا جدعان. ده انت على راسي حبيبتي في اي وقت ارد عليكي. حبيبتي يا ستاره، احنا هنسميكي حبيبتي الملايين يا قمر. حبيبتي اهلا بيكي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. صباحك فل يا حبيبتي، صباحك فل. اصل انا من الناس يعني، اغلب الناس يعني المذيعين ما بيبقوش عايزين ينشروا اكونتاتهم الشخصيه قوي يعني، بس انا لا عادي بكتب اي حاجه في اي حته، فاي حد ممكن يبقى بيكلمني، مش قصه يعني. انا مش شايفه يعني، بتبسط عادي زي الناس، بقعد على الفيسبوك بكومنت على البيجز وعلى الصفحات وعلى الحاجات اللي بتضحكني، مفيش تحفظات يعني. فمدام ميرفت كاتبه لي كومنت على الفيسبوك، فانا رديت عليها في الفاصل، قامت مكلماني في التلفزيون. اهي دي بقى احلى حاجه اللي حصل، ده نموذج لليه انا بحب الهوا، صح يا مصطفى؟ الهوا في تعامل كده مباشر مع الناس يعني، بكلمها على الفيسبوك الاقيها اتصلت بيا تقول لي انا لسه رد على الكومنت بتاعك. فالهوا حلو عشان كده، عشان بيخلق نوع مقرب المسافات. بالظبط كده، بيقرب المسافات بيننا وبين المشاهدين. فعشان كده المذيع يعني اللي بيتعود على الهوا من كتر ما يحبه ما يعرفش خلاص يشتغل، يرجع يشتغل مسجل تاني. لو رجع يشتغل مثلا مسجل يحس ايه ده، انا لوحدي، فين الناس، مفيش حد كده بياخد ويدي معايا ويلغيني، يحس انه اتوحد. فربنا يديمها علينا نعمه يعني، ان احنا بنيجي هنا كل يوم ويبقى عندنا الفرصه ان احنا نتعامل معاكم بهذا القرب وبهذه المحبه. ربنا يخليكم لينا. سمنه، عشان ندحرج شويه بيض. يعني ايه ندحرج شويه بيض؟ يعني من الاخر كده ناخد شويه بيض مسلوق نقلبه في السمنه مع شويه كمون ورشه ملح ورشه فلفل اسود. ومن احد السنين يعني كان حوار البيض المدحرج ده، وبيتباع برقم مضحك كده في الكافيهات على السحور، ويعني هو الموضوع اصلا اهبل من الهبل يعني، مفيش اي وصفه اصلا فيه. مسقعه شكلها رهيب. تعالى، انا انانيه فعلا، صح. تعالى بص بقى وعيش. انا مش انانيه، انا بعافيك، انا بعافيك من وجع القلب، بس انت يعني مصمم. يلا بينا نحط في السمنه هنا البيض المسلوق من قبل ما تسخن، ما تستنوش. وندحرج البيض. عرفتوا بقى ليه بيض مدحرج؟ عشان هو قاعد يتدحرج في السمنه كده ويلعب في الطاسه. ونحط له بصراحه شويه سمنه كمان عشان هي بتخليه فظيعه. واحلى حاجه بقى تقوموا جايين في الاخر برشه الملح والفلفل الاسود المتينه والكمون، تظبطوا الدنيا. تعالوا نقول مقادير المخلل. على فكره احنا شلنا الكشري الاصفر من على النار، انا نسيت اقول، علشان هو خلاص تمام واحنا سايبينه على البخار يكمل سوا. تعالوا بقى نشوف يا حبايبي ايه المسقعه المخلل البتنجان. هنعمل مع الاكله دي ما يعني مش ناقصها غير مخلل البتنجان بصراحه، وتبقى اكله من الاخر. 2 كيلو تقدروا تعملوا مخلل البتنجان مقلي، اللي هو مقلي شرايح وبنحط الخلطه على الوش، وتقدروا تعملوا زي ما انا هعمله كده اللي هو بيتشال في الثلاجه مده. 2 كيلو بتنجان عروس اسود و10 فصوص ثوم مفرومين، 3 فلفل رومي، 1 فلفل احمر حامي، 1 فلفل اخضر حامي، جزرتين، وكوبايه كزبره،
وكوبايتين بقدونس، كوبايتين اسفه كزبره وكوبايتين بقدونس وثلاث اعواد كرفس فرنساوي، كوبايتين خل و2 لتر ميه و3 معلقه كبيره سكر، خمس ورقات لورا واربع معالق كبيره ملح. دي خلطه التخليل بتاعتنا. هنيجي على الكبه ونحط كل الخضار يتفرم. الثوم، انا بس عايزه اصغر الخضار ده، ما تقوليش خدته المقص تاني. اهو يلا البيض هنا اخباره ايه. نيجي كده نصغر الفلفل بس نساعد. بحب انا المقص في الحاجات دي واحنا واقفين سريع سريع كده. اي اشكال عشوائيه طبعا احنا كده كده منزلين في الكبه. كفايه احنا حطينا فلفل حامي، حط واحده حمراء وخلاص. ايه تاني يا ساره؟ الجزره دي بقى عايزين لها سكينه. ايه الدرج التقيل ده؟ يلا بينا نقطع الجزرايه حتت كبيره كده بس. بس كده تقطيع عشوائي يعني الموضوع ايه بسيط. وهناخد كمان الكرفس والخضرة نصغرهم ونحط في الكب. يعني الكرفس مش عاجبني فهشيله. يلا بينا السكر، الملح، الخل. مش ما حطيتوش كله، حطيت جزء بس. وهنفرم الخضار. زي الفل. هجهز بولة كبيرة وهصب فيها الخلطة بتاعتي وانا بكلم منى. هحط كمان بقية الخل. بقيت الخل. ألو؟ اصبر وهشيل كل حاجه والله اصبر. الو ايوه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا منى عامله ايه؟ انا بحب حضرتك جدا يا والله. يا رب يخليكي يا جميله تسلميلي يا رب. انا بجد اول مره اعمل مداخله بس انا بجد بحب حضرتك جدا حبيب. يعني انا بتفرج عليكي من زمان بس انا اول مره اعمل مداخله. يعني انا سمعت حضرتك دلوقتي وانت بتتكلمي حسيت ان انا عايزه اكلمك. يا حبيبتي اهلا بيكي، نورتيني واسعدتيني. كل حد فيكم بيكلمني بيفرحني فعلا من قلبي. اهلا بيكي يا حبيبتي، نورتيني يا منى. اهلا بيكي يا جميله. تعالوا نبص البيت حصل فيه ايه. انا بحب اغمقه ما بحبوش فاتح، بحب اديله كده ايه اللون اللي انتوا شايفينه ده. واجي دلوقتي ادي رشه من الكمون براحتكم طبعا على الكميه، رشه من الفلفل ورشه
من الملح. نلف كده. واحنا بنحط كده، بص انا مايله لهم السمنه عشان التوابل تلزق فيهم. شايفين اللون؟ بس يلا بينا. ده كده هيتشال من على النار، برده جاهز للتقديم. انا عماله احوش هنا كل اللي هيتقدم. نيجي نركز مع المخلل شويه. المخلل احنا حطينا بقيه مقدار الخل، هحط شويه ميه او هحط مقدار الميه عموما يعني. نحشي بس بتنجانه مخلليه واحده ونشوف المنظر بس يبقى بيبقى عامل ازاي، وبعد كده نطلع. هاجي اخد المخلل الجميل ده. انا بس عايزه ابص المسقعه عامله ايه. اه المسقعه لازم نوطلها النار تتسبك بقى على هداوه عشان غليت مش اكتر، مفيش حاجه جديده. وهنيجي هنا البتنجان ده، احنا سلقناه سلقه خفيفه في الميه وفتحناه بالسكينه كده، عاملين فيه جيب اهو، الجيب الحلو ده. والبتنجان مسلوق اه بس مسك نفسه. هاجي هنا واخد من الخلطه دي واحشي جوه البتنجان بالمنظر ده كده. بقت البتنجانه مليانه بالحشوه. واكمل كل الكميه. انتي مش مفتوحه، مش نفتحك بعدين. كل الكميه اتعامل معاها بنفس الطريقه، اخد من الحشوه واحط جواها لحد ما يبقى كده جيب مليان بالحشوه اهو. وريها لكم هنا تاني. بنفس الطريقة. وبعدين هنعمل ايه؟ ولا حاجة، هنكمل حشو في الكلام الجميل ده لحد ما ترجعوا لي من فصل صغير. مستنيكم. ورجع جريمه متكامله الاركان، مش جريمه بس. عندنا هنا على راي مصطفى جريمه. طبعا طبق المجدره اتحط له البصل على الوش والصلصه، فالموضوع هنا ايه مش قادره اقول لكم. هنبعده شويه ونقدم الكشري. الكشري حطيناه في طبق مفرود. هاخد بيضاتنا المدحرجات كده، هي بتتحط كاملة كده عشان يبان اللون اللي بره، فاهم؟ الحرمشة والقرمشة. اه يا ايه اللي انت بتقولها لي دي؟ استنى، فيه مش لا التانية اللي انا بقى اللي انا مش فاهمة معناها، اللي بتقولها لي مع ابيض، يا ابيض يا ايه؟ هي دي. ممكن برضو مش فاهمة معناها، يعني انا بيمر عليا السنين وانا مش عارفة هي ايه. برضو شوية صلصة كده على الوش. صلصة خل وتوم على فكرة تليق مع الكشري الاسكندراني عادي جدا. وطبعا في عندنا طبق مسقعة عظيم هيتقدم معاه. هتورونا طبق المسقعة يا ولاد كمان. ورونا طبق المسقعة، ورونا طبق المسقعة. بصوا طبق المسقعة فظيع.
ده ماجي اهو، انتوا مش عارفين المسقعه؟ يا لهوي عليا، مسقعه ده انا عايزه ادخلهم. ايوه كده عايزه اقربهم مع بعض. الحلوين الاثنين دول كده توأم سيامي ملتصق، ما يجوش من غير بعض. الاثنين دول ما يجوش من غير بعض، فدي كده بدايه الوجبه. استنى بس نوريهم المخلل عملنا فيه ايه. المخلل بقى بصوا، احنا مالينا البرطمان بالمخلل اللي احنا حشيناه، وخدنا السائل والخلطه دي كلها غطينا بيها الوش لحد هنا لحد الاخر. هنعمل بس حاجه صغيره جدا، عايزه بس اوريكم ايه. شكل المخلل انا لابسه جوانتي وايدي نظيفه عشان كده بحطها، بس يعني هو ايه يحبس طبعا ان احنا ايدينا تتحط جوه البرطمان اقل قدر من الامكان. انا بس عايزه اوريكم المنظر ده ويبقى جزء من التقديمه بتاعتنا برضو. كم مخللية حلوين كده ما يستاهلوش غير بقكم. الله، ناخد بقيه السائل او الخلطه بتاعه التخليل نقفل بيها البرطمان وشكرا. نقدم ادي بحط لك الحاجه تصور. هتصور ايه؟ اصلك غريب يعني، انت مستوعب نتيجه اللي انت بتعمله ده ولا؟ يلا بينا. على فكره المسقعه بالمناسبه يعني تليق جدا على المجدره، مفيش مشكله خالص، فانتوا ممكن حتى المسقعه تتقدم مع المجدره. البرطمان القمر ده بقى يقعد في الثلاجه عندنا. بعد اذنكم هختص تحت ثانيه. لقيتها، اجيب البورد دي ونحط هنا برطمان المخلل. ايه الوجبه القمر دي؟ ولا تقولوا لي لحمه ولا تقولوا لي بطيخ، هو ده الاكل، الاكل كل بالنسبه لي. تقولوا لي لحمه اقل اتبسط. يلا اخر معلقه صلصه، ركز مع اخواتك بيقولوا لك ايه، والله هم كلامهم صح. على فكره كل ما بتقول لي يلا حاجه بتحصل عندي في العقل الباطن بتخليني عايزه اقتم عليك اكتر وما اختمش. فانت عارف ان انا يا مصطفى اصلا يعني انت عارف انا ملصمه نفسي عشان يعني عشان نتعامل سوا، فما تضغطش عليا اكتر من كده. يلا نمسح الكاونتر اخر بس حاجه علشان بس الموضوع ما يبقاش شكله مش نظيف. انا بلم الحاجه في المنديل مش برمي، علشان بس ايه الناس بتقول انت بترمي الاكل على الارض. لا، يا بمسك بوله اهو في ايدي الم فيها يا بمسك في ايدي. ودي كانت حلقتنا النهارده، حلقه تخلو من اي لحوم ولكن تكثر من النكهه. مجدره قمر، حط لها شويه بصل محمر، البصل المحمر ده بصل قطع لها جوليان، بصل ابيض ما يفضل، مش الاحمر هو اللي بيدي احسن نتيجه. وبنعفرها بالدقيق وبنقليها في زيت، وحطينا لها صلصه الخل والثوم. المجدره تليق جدا مع المسقعه، مش هيجرى اي حاجه، والمسقعه طبعا مع الكشري الاصفر، والكشري الاصفر برضو يليق مع صلصه المجدره، فهي عيله كده في بعضيهم، اكله جميله. شويه مخلل بتنجان عملناه كده على الهوا مع بعض، وشلنا برطمان للتلاجه. يا رب ان شاء الله صحه وهنا، كل حاجه جميله تاكلوها. واتمنى ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. الحلقه النهارده اعادتها الساعه 8 وربع بالليل، وكل حاجه بنعملها طبعا بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا، ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي، صفحتي الثانيه ساره في البيت، وصفحه القناه بي ان سي فود او بي ان سي ايجيبت، وكل اكونتاتنا موجوده على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب. نتواصل معاكم بشكل يومي. اتمنى يا رب تكون الحلقه اسعدتكم. كنت معاكم ساره عبد السلام في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، وهكون معاكم بكره. مع السلامه.